باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مؤتمرنا المرة دي بعنوان تعلموا مني. ربنا يسوع قال تعلموا مني، وإن كان ربطها بفضيلة واحدة، إنما الشعار ده احنا نقدر نخليه مطلق، بمعنى إن أي حاجة نقدر نتعلمها من ربنا، أي حاجة حلوة، وما فيش غير كل حاجة حلو. عشان كده بولس يقول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. عاوز تتعلم الحكمة بص على المسيح، عاوز تتعلم الهدوء بص على المسيح، عاوز تتعلم الطاعة بص على المسيح، عاوز تتعلم المحبة بص على المسيح. هو يمكن اختار صفة الوداعة لأنها صفة شاملة جامعة، فقال تعلموا مني لأني وديع. احنا هناخد إن شاء الرب وعشنا 6 محاضرات، النهاردة 4 وبكرة 2، كلهم بعنوان تعلموا مني. وفي كل عنوان هنركز على حكاية من حكايات الإنجيل، كلها حكايات انتوا عارفينها، إنما هنحاول نحللها إيه اللي نطلع لو احنا مطرح المسيح كنا هنعمل إيه، وليه لسه في فرق كبير قوي بين تصرفاتنا وسلوكنا وبين اللي بيعمله ربنا يسوع. فبنقرب المسافة بين حياتنا وحياته، بنشوف المثالية اللي عاش بيها وبنحاول نقلده فيها. ناخد أول موضوع تعلموا مني مدرسة الطريق. احنا هناخد كذا مدرسة، لأنه كل موقف هنسميه مدرسة كذا، لأنه مرة في السكة علمنا درس، مرة في أريحة علمنا درس، مرة في صور وصيدة درس، مرة في كفر ناحوم درس، فنربط كل درس بكل منطقة ونسميه مدرسة كذا. أول مدرسة هندخل فيها النهاردة هنسميها مدرسة الطريق. يقول فيما هو خارج إلى الطريق، يعني ده درس أو مجموعة دروس هنتعلمها دلوقتي جت في الماشي، جت في السك، يعني هو مش قاعد يدي وعظة، لا، ولا في بيت بيوعظ، ولا في بلد حتى، ده هو على الطريق. لكن على الطريق حصل موقف، الموقف ده نقدر نتعلم من المسيح في حاجات كتير. يقول فيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجسى له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أول حاجة عاوز أقولها لكم الخدمة بعد الخدمة، يعني إيه؟ إحنا كخدام بتبقى الخدمة مربوطة عندنا بيوم، بمعاد، بأتوبيس، بناس، بظروف. أول ما خلص الخدمة خلصت الخدمة. حياة المسيح بتقول لنا إن الخدمة ملهاش معاد، ملهاش مكان، ملهاش وقت. أديكم مثلا، يعني مثلا خادم ينزل خدمته في ميعاده ويطلع المنطقة اللي بيخدم فيها ويرجع ويبقى محضر وملتزم ووديع، وأول ما يدخل بيته حطوه ليأكل، يقولوا طب استنى شوية الأكل مش جاهز، يزعق، انتوا مش عارفين ان انا جاي جعان من الخدمة؟ يعني انت كنت خادم دلوقتي بقيت ايه؟ بقيت ولا حتى مخدوم عادي، انت مخدوم متعب، لازم الناس تخدم عليك وتريحك وإلا تزعق لهم. يبقى انت ايه؟ توقفت انك تبقى خادم، انت بتخدم في وقت بس، انت بتخدم في ظروف بس، تبقى مش فاهم المسيح. المسيح له المجد بيخدم طول الوقت، مش لانه خلص بلد وخلص خدمة وماشي في السكة جاله واحد يقول له عاوزك في كلمة يقول له لا خلصنا الشغل خلاص، مفيش كده، وماله عاوز ايه حبيبي، ووقف المشوار بتاعه وقعد يسمعه ويشوف هيعمل معاه ايه. وبقيت السكة بيحكي مع التلاميذ في نفس الموضوع. إذا مفيش حاجة اسمها عند الخادم الحقيقي وقت للخدمة. الخادم اللي شبه المسيح حياته كلها خدمة، في البيت خدمة، وفي الشارع خدمة، وفي العربية خدمة، وعلى سلم الكنيسة خدمة، هو خدوم وخادم طول الوقت. فدي أول درس كده عاوزين نتعلمه، تعلموا مني. ربنا يسوع بيقول اوعوا تبقى الخدمة عندكم في برواز وفي قالب وفي ظروف، وتبقوا بره الخدمة محدش يشوف شكلكم.
وهنا اقول لكم حاجه يا جماعه، من اسوأ الامور اللي تحصل في حياه خادم ان تيجي شكوى من بيته. لو جت شكوى من بيته ده معناه على طول خدمته عليها علامه استفهام. ليه؟ اذا كانوا اقرب الناس تعبانين منه يبقى هو مش خادم حقيقي، لان المفروض اقرب الناس يبقوا مرتاحين له ويبقوا فرحانين بخدمته، او يبقوا يعني خادوم في بيته زي ما هو خادوم بره. انما يبقى اب بيخدم ولاده تعبانين منه، بنت بتخدم مامتها تعبانه منها، زوجه بتخدم جوزها بيشكي منها، يبقى في حاجه غلط. مش ده المسيح، لم نتعلم المسيح هكذا تعبير الكتاب، ما عرفناهوش كده. المسيح خادوم وخادم طول الوقت. فهنا كن خادما خارج خدمتك. عاوزين نطلع بقى للحته دي، بحيث اسال عليك في شغلك يقولوا لي ده اكتر واحد خادوم في الشغل، تسال عليك وسط جيرانك اكتر واحد خادوم، نسال عليك في الشارع انسان سخي وبشوش وطيب وخادوم لكل الناس، كده يبقى خادم مظبوط. ليه؟ شارع، جيران، قرايب، معارف، شغل، كله خدمه، روح خدمه. دي رساله مهمه يا جماعه، ما زلنا كتير مننا بيخدم باحتراف، يعني ايه؟ واخد شكل خادم في الوقت المناسب. لا، ما ينفعش كده. الخدمه روح طول الوقت. وبعدين رساله تانيه، لا تترك الطريق يعطلك. المشوار اللي من خدمة لخدمة، ما ربنا يسوع حياته كلها خدمة، في الطريق سكة. ساعات احنا كخدام نتسامر وننسى نفسنا في السكك. احنا عندنا خدام حلوين زيكم في الانبا برام، اللي يروحوا الصعيد واللي يروحوا السودان ففي سكك طويلة. الخادم السكة بالنسبة له جزء من خدمته، الطريق ما بيعطلوش، يا يقرأ يا يصلي يا يقضي وقت مع خدام اخواته يتعلم منهم، يا يشتركوا في درس كتاب، يا يتعلموا حتى التسبحة، ما فيش وقت نضيعه. فربنا يسوع وهو في السكة جاله الشاب الغني وابتدى الحوار، وبقية السكة لما تشوفوا هتلاقوه ابتدى يتكلم مع التلاميذ في موضوع الغنى وخطورة الغنى، وطب اللي سابه عشاني هياخده قد ايه، كل ده في السكة، كل ده على الماشي، كل ده ملوش قاعدة مخصوص زي كده وميكروفون وبتاع، لا، على الماشي. يا ترى انت في حياتك العملية خادم طول الوقت ولا الطريق بيعطلك؟ الطريق بيعطلك. مرة كنت راكب مع حد من الآباء راجعين من الدير، وبعدين السكة كانت بطيئة شوية، فقال يا آباء أنا عاوز أحفظ مزمور، طلعوا الإجبية وتعالوا نحفظه سوا. وبقينا في العربية قاعدين نحفظ مزمور مش حافظينه، وابونا يقعد يسمع لنا طول السكه، كنا اربع اباء في العربيه. انما بصيت كده لابونا، يا بختك ابونا، الساعتين دول حاسس انه احنا يعني محبوسين في العربيه كده كده، تعالوا نستفيد بوقتنا، عاوزين نعمل حاجه مفيده. اذا مهم ان الواحد ما يربطش الخدمه بساعه وبشكل وبمكان، عاوز يبقى خدوم طول الوقت، العمر بيجري، الوقت مقصر، عندنا النهارده ساعه بكره مش عندنا، خلونا نستفيد اكبر فايده. احترس كمان من الاجهاد والمشغوليه. ساعات الواحد لما يكون مجهد قوي، انا اقول لكم ضعفاتي انا بقى، لما يكون الواحد مجهد زياده ما يبقاش عنده طوله بال يسمع الشخص اللي جه نمره 101، اللي هو ايه، انت حاطط لنفسك هتقابل 100 مثلا، طب ال 101 بقى. الشاب الغني كان نمره 101، اقصد بيها ايه، اللي بره البرنامج. ربنا يسوع خلص يوم وخدمته صعبة طبعا، بيقابل آلاف وبيعمل معجزات وبيوعظ وطول اليوم واقف على رجليه. هذا الشاب الغني اللي جاي يتكلم معاه مش قال له طب خد معاد زي ما بنعمل احنا، لا، هو قال له سمع له وبص له بحب وخد ودة معاه. إذا حاسب ليكون إجهادك يجي على الناس اللي قصادك، الناس عاوزانا دايما في وضع استعداد نخدم، فحاول تبقى دايما طالما الناس في وشك انت مش مشغول زيادة مش مجهد زيادة. هم ذنبهم ايه؟ هم عاوزين واحد بشوش، عاوزين واحد خدوم، عاوزين واحد معلم زي المسيح، يبقى حقهم عليك كده، يبقى دايما بي ريدي
انك تخدم حتى لو كنت مجهد. وبعد كده يقول الكتاب: ركض واحد وجسى على ركبتيه وسأله. لاحظ واسمع كويس ليه. ساعات احنا يا جماعة ما يكونش عندنا تمييز، عاوزين نتعلم من ربنا يسوع التمييز. ربنا يسوع ميز حاجات تعدي علينا، ميز ان الولد ده من لبسه شكله غني، مش كده؟ الشاب الغني يبان من جلابيته. وبعدين جاي جاري، برضو واحد غني يجي جاري، مش راكبه قوي. الاغنياء ساعات يحبوا يمشوا كده ايه، خطوه خطوه بحكم القيمه يعني. وبعدين شاب غني جاي جاري يركع، لا دي كبيره قوي، ده انت راجل مشهور وغني، فاهمين الفكره؟ فربنا يسوع عينيه دايما تلاحظ، ده معناه حاجات كتير. هل انت بتلاحظ ولا وقت المشغوليه وفي السكه ما تلاحظش مدى حماس هذا الشاب للقضية اللي بيتكلم فيها؟ ده عنده غيرة. من قبل ما نسمع سؤاله نقدر نشخص منه كذا حاجة. ده شخص متواضع، ده جواه غيرة، جاي بيجري، ده عاوز يتعلم بحماس، مش كده؟ يبقى هل انت بتلاحظ ولا بيفوتك الحاجات دي؟ هل عينك تروح لشاب واخد الأمور بحماس شديد وتقول ده هيطلع خادم حلو، ولا تعدي عليك؟ ولا من كتر أسئلته تمل منه وتقول ده متعب، متعب، ده هو ده اللي هيطلع حلو؟ إذا حاول تبقى زي المسيح، تتعلم عينك بتلاحظ وودنك بتسمع كويس. وبعدين الشاب الغني قال له إيه؟ أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية؟ هنا كل كلمة في دول لو أنت فحصتها تقول الولد ده كويس قوي. ليه؟ في الوقت ده أغلب رجال الدين والأغنياء مش عاوزين يعترفوا بالمسيح كمعلم صالح، لأن بالنسبة لهم لو اعترفوا بيه يبقى كل اللي بيقولوا لازم يعملوه، وهم مش ناويين يعملوا اللي بيقولوا. المسيح حبيب الفقراء، حبيب الخطاة، فإيه، مش عاجب شيوخ اليهود، مش عاجب البهوات والأغنياء. إنما هذا الشاب جاي بصدق وبيركع وبيقول له أيها المعلم الصالح. إذن هو اعترف إن المسيح صح في كل اللي بيقوله كل اللي بيعمله، وجاي له كتلميذ لمعلم، لأنه كان ده لقبه عند ولاده. المعلم ده التلاميذ اللي يقولوا له كده، العاديين ما كانوش يقولوا له أيها المعلم. الحاجة التانية، الولد ده على قد ما هو متدين لسه حاسس إن ناقصه حاجة، وده شعور جميل جدا. ليه؟ عادة المتدينين بيجي لهم شعور إيه؟ الاكتفاء أو الاستغناء. يعني الشخص المتدين بطبعه اللي حافظ وصايا ومواظب على الهيكل بيبقى عنده حاسس أنا عامل كل حاجة. إنما هذا الشاب من صدقه مع نفسه حاسس في حاجة ناقصة، مش كفاية، اللي أنا فيه مش كفاية. بفرح قوي لما أسمعها في الاعتراف دي، ألاقي واحد مجتهد جد وأمين في قانونه قوي، ويعني بيصلي كويس وبيقرأ كويس وبيخدم بكويس، ويجي يقول لي ابونا خايف، خايف ما اروحش السماء، انا مش عامل كل حاجه، انا مش حاسس ان كده ينفع. هينفع اقف قدام ربنا كده؟ انا بحس الرساله لنفسي، الكلام ده ليا. انما ده معناه ايه؟ انسان متواضع، انسان جواه صدق، انسان جواه حب، لانه مع كل اللي هو فيه بيقول سؤال بديهي: اعمل ايه عشان اروح السماء؟ امال انت حافظ الوصايا ليه ومتدين ليه؟ قال لا مش كفاية. ده اللي هيجي بقية الكلام. لاحظ واسمع وركز عشان تقرا المخدوم صح. كان ممكن لو واحد فينا مستعجل، واحد بيقول له روح السماء ازاي، يقول له خلاص ذاكر الانجيل وخلاص، احفظ الوصايا وخلاص. لا، المسيح اهتم قوي بالشاب ده لان لقى غيرة وتواضع وحاجات حلوة. نقطة ثالثة نتعلمها من المسيح، درس كمان في حكاية الشاب الغني. أنا كل ده تعلمه مني، أنا مش بركز على الشاب الحلو، أنا بركز على ربنا يسوع الحلو. اللي عاوزين نتعلم منه، نيجي على مجهودنا ونيجي على مشغوليتنا، نعتبر السكة خدمة برضو، نستقبل الناس كلها بإنصات وتركيز، نلاحظ ونركز. قال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله.
هنا المسيح هل بيستنكر السؤال؟ لا طبعا انتوا فاهمين، هو عاوز يقول له انت بتقول عليا صالح، وانت عارف ان احنا كيهود ما بنقولش كلمة صالح غير على ربنا. عاوز يقول له انت حسيت بايه يا ابني عشان توصل انك تقول لي انت صالح؟ انت قربت قوي بتلقائيتك وبساطتك، انت وصلت للي التلاميذ لسه مش عارفين يوصلوا له، اني انا هو الله، انا هو الله الصالح. فانت ازاي بتقول لي صالح وليس احد صالح الا واحد وهو الله؟ فهمتوا المعنى؟ فهنا عاوز يقول له، ده هنا بيشجعه، عاوز يقول له انت قربت قوي، ده انت جبت الاجابه خلاص، ده الاجابه في سؤالك. انت بتقول لي ايها المعلم الصالح لو امنت اني انا هو الله الصالح المتجسد خلاص كده دخلنا في السكه الصح. وهنا مبدا مهم في خدمه الشباب عموما، ده كان شاب، خدمه الشباب ما ينفعش فيها الطريقه اللي انا بعملها معاكم دي، اسوأ طريقه. خدمه الشباب اسأل الشاب وخليه يفكر. انتوا حضراتكم طبعا كلكم شباب مع الاحترام للسن، انما انا اقول ما اقولش، اللي عاوز ينام هينام واللي هيسرح هيسرح، والموضوع ايه ساعات ما بيكونش ملح قوي. الشاب بيبقى فيه سؤال شغله مش قادر يقعد على بعضه، والسؤال والشاب بيحب يفكر وهو اللي يطلع بالحاجة. استفيد من دي. فربنا يسوع رد على السؤال بسؤال، دي طريقة مفيدة قوي في خدمة الشباب عموما، انك ما تقعدش تتكلم معاه وان واي كده يقول وان هو يسمع، لا هو مش هيسمع كتير، انما انت تقول وهو يقول نقعد نرد على بعض، دي احسن في خدمة الشباب. وهنا خد من كلامه وابني عليه، يعني خد من الكلام اللي هو بيقوله وركب عليه عشان يحس ان انت ركزت في سؤاله وان انت احترمت اللي بيقوله. فقال له انت بتقول عليا صالح ليه؟ شايف فيا ايه صلاح؟ صلاح دي كلمة كبيرة. فخد من كلامه. هنا كمان في آية تقول ايه؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. كتير ما الواحد يقول للشباب ايه؟ ما انت في سؤالك بتجاوب، ده انت تقريبا وصلت للإجابة، انت خلاص على لسانك هتقولها. ليه؟ أحسسه أنه أنت عارف، أنت مش بعيد، أنت الفكرة قربت منك قوي، شجعه. طبعا في إجابة أي سؤال لازم تراجع الإيمان المستقيم اللي هو إيه؟ قبل ما تقول له اعمل أي حاجة لازم الإيمان بربنا نفسه. لو هو مش فاهم ربنا يبقى لو عمل الصلاح كله مش هيدخل السم، لأن الموضوع مش شوية أخلاق، مش شوية سلوكيات. فلازم يكون إيمانه بالمسيح المتجسد الفادي قبل ما نقول له حب الناس واعملوا سوا. طيب كمان في الجملة اللي قالها ربنا يسوع، تعالوا نتعلم نشيل الشوائب من التعليم. هذا الشاب مختلط عليه بعض الأمور، هو شايف المسيح معلم صالح غير بقية المعلمين الموجودين في جيله، وحاسس بالصدق في المسيح، وحاسس المسيح ده مش شخص عادي، مش إنسان عادي، كويس قوي. لكن قال عليه صالح دون أن يدرك معنى التجسد. هنا في حتة عاوزة إيه؟ شائبة كده، عاوزة تتصلح. لا، ما هو أنت لو شفت في المسيح صلاح مطلق ملهاش معنى غير إنه هو ربنا. لو المسيح ما بيغلطش أبداً ده ما يبقاش بني آدم عادي، خلينا واضحين، يبقى أكتر من بني آدم. فإذا هنا هو بيساعده يوصل لإيمان مستقيم، وبيشيل الحتة اللي ملخبطة جوه تفكيره. بعدين جاوبه المسيح، قال له أنت تعرف الوصايا. شوفوا التشجيع جاي إزاي، وقف أصغى للسؤال، قدر السؤال، علق على كلامه في السؤال، أيها المعلم الصالح قال له ليه بتقول لي كده. وبعدين قال له أنت تعرف، كل ده تشجيع للشاب، أنت عارف حبيبي، أنت تعرف الوصايا. وابتدى يقول له زي لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. هنا ابني على الأساس اللي عند الشخص، بمعنى إيه؟ حاول تبتدي من مطرح من اللي قدامك واقف. يعني لو اللي قدامك
ما يعرفش حاجة خالص غير ان ربنا واحد، نبتدي من ربنا واحد. اللي قدامك فاهم التناول، نبتدي من التناول. اللي قدامك قرا انجيل مرقس بس، تعالى نبتدي من انجيل مرقس. ابني على الاساس اللي واقف فيه الشخص، ما تبتديش من بعيد. قال له انت تعرف الوصايا. طبعا هنا دي بتساعدك، بيسموها في الكرازة الكومن جراوند، يعني الارضية المشتركة. شوف اللي قصادك واقف فين وابتدي معاه من مطرح ما هو واقف. لو هو متدين ابني على المتدين، لو هو مش متدين شوف هو واقف فين ونبتدي من مكانه. لكن خلي الأساس دايما هو المسيح. عشان كده بولس يقول لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يعني اوعى أي سؤال يطلعك بره المسيح. بخاف من الأسئلة الطقسية الزيادة والتاريخية الزيادة والحرفية الزيادة، تبعدنا عن المسيح. احنا بنقدم المسيح، شغلتنا نقدم المسيح المخلص، المسيح المحب. إنما لو الأسئلة خدتنا في اتجاهات بعيدة شوية، لا نخوف. عشان كده هيرجع في آخر إجابة يقولها له المسيح، قال له تعالى اتبعني يكون لك كنز في السماء. فقال له ارتبط بي أنا، سكة السماء عاوز تروح الحياة الأبدية يبقى من خلالي أنا. برضو هنا تفكرنا بكلمة بولس لما يقول أنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كتير من الشباب اللي بعد يا جماعة، قصدي تنفع مدرسة خدمة شباب دي، رجعوا لطفولته والدروس اللي خدها في الطفولة. كتير من الشباب لما تراجع معاه حاجة يكون سمعها زمان. لسه بقرأ قصة كده أمريكاني عن واحد ركب طيارة رايح يبشر، وقعدت جنبه واحدة باين عليها كده شكلها ملخبط يعني، وبعدين ابتدى ينكشها عشان يبشر. فقال لها أنا يعني ببشر ومسيحي. فضحكت، قال لها بتضحكي ليه؟ قالت له أنا أول مرة رحت الكنيسة لما كنت 6 سنين، بعد كده ما دخلتهاش، وماما مسيحية بس أنا مش مسيحية انيمور يعني مش. فكان شاطر، قال لها إيه، طب فاكرة إيه من الحكايات بتاعت زمان؟ قعد ياخد ويدي في الكلام. قالت له فاكرة مثلا لما كان المسيح مش عارف بيتمشى مرة وقال لاتنين في المركب ما تيجوا ورايا، فاشتغلوا معاه صيادين. هو فضل يسألها وهي تحكي فرحانة انها تحكي، هي عاوزة تحكي وخلاص. ففضل يقول لها ايه اللي انت فاكراه من زمان؟ فاكرة طيب ترتيلة من بتوع زمان؟ بعد نص ساعة وهي عمالة تطلع من الرصيد بتاع أول 6 سنين في عمرها، وهي طفلة، هي حاجة و30 يعني، ما هيش صغيرة، لكن هي فرحانة بتفتكر ذكريات. دخل من الحتة دي، وبعد شوية ابتدت تعيط وهي جنبه وتقول له كان أجمل وقت في حياتي الوقت ده أنا، وابتدت تتوب. معنى كده إيه؟ الطفولة ليها أساس مهم جداً، ولو راحت في سن الشباب معرفة ربنا رجعه لبداية الطفولة. تعلم من المسيح كده، قل له فاكر زمان لو في حاجة حلوة زمان نبني عليه، لو في ترتيلة حلوة، لو في حكاية حلوة. ده أنا منساش مرة كنت قاعد مع ناس أول مرة، يعني ناس كبار في السن ولهمش في الكنيسة خالص، طبعا ما يعرفوش ولا ترتيلة. فقعدت أفكر عاوزين ترتيلة كده من العهد القديم، يعني يكونوا سمعوها من 50 سنة، لأنه لو قلت أي حاجة جديدة هيفضلوا بصين لي مش فاهمين حاجة. فمش فاكر قلت يا سائح مثلا ولا إيه، حاجة كده من الحاجات اللي هي إيه يعني بتاعت زمان. الحقيقة مجرد ابتدوا يقولوا لقيت بعضهم بيعيط، لأنه تأثر قوي إنه عارف حاجة وفاكر نفسه ما يعرفش حاجة خالص. مجرد إنه عارف يقول كلمتين فات عليهم 50 سنة حسسته، الله أنا فين ال50 سنة دول من ربنا؟ أنا ليه ما كملتش في اللي كنت فيه؟ إذن مفيد إنك أنت تبني على أساس يكون اتزرع زمان، أيا كان آية، حكاية، ترتيلة، قصة. كمان تلاحظوا إن ربنا يسوع مش حرفي. عارفين لو حرفي كان قال إيه؟ لما قال له اعرف الوصايا، مين خد باله؟ بصوا تاني على نص الوصايا كده. هو لما تقروا نص الوصايا تلاقوا ايه؟ تحب الرب الهك من كل قلب من كل نفس، تحب قريبك ونفسك، لا تكن لك آلهة اخرى امامي،
وبعدين في النص تيجي ايه؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور. هنا ربنا يسوع حط الوصايا بس مش بترتبهم، وما ابتداش بحتة الحب دي لأنها أعلى واحدة، لأنها أصعب واحدة. دخل في على طول لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، اللي هي إيه؟ بدايات أي واحد، الكبائر في لغة المجتمع يعني. فعلى طول قال له لا أنا عملت الكلام ده ومش حاسس إن أنا كده ماشي يعني. قال له كويس، أنت إحساسك صح. يبقى هنا وأنت بترد مع شخص عاوز يعرف فعلا، حاسب من الحرفية، الحرفية تطفش الناس. لو قعدت تسمع نصوص مش دي أكتر حاجة تشد الناس، الحرف يقتل لكن الروح يحيي. فربنا يسوع ابتدى من السهل للصعب، قال له لا تقتل سهلة، لا تزني يمكن سهلة شوية، إنما اكرم أباك وأمك. طب تعالى معايا بقى ليه تحب الرب إلهك، فطلع بيها حتة حتة. أجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا؟ فنظر إليه يسوع وأحب وقال له يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. نقطة جميلة نتعلمها من ربنا يسوع، لما يتكلم مع حد يغرقه حب. تعبير جميل قوي، نظر إليه يسوع وأحب. ينفع لما تبص لكل واحد تتأكد أنك بتحبه جواك؟ مش هتقول له أنا بحبك تبقى مش مشكلة، لا، لكن تراجع مع ضميرك أنت حبه ولا كرهه، لأنك ممكن تكون بتتكلم مع ناس كتير من غير حب. أي كلام خالي من الحب هيتحسب عليك مش ليك، أي كلام هتقوله مفهوش حب محسوب عليك، وأي كلام في حب حقيقي نقي محسوب ليك. فهنا درس جميل إن ربنا بعينيه بيقدر يقدم حب. نظر إليه يعني مركز معاه، يعني في نوع من الأكيد اللي فيها معاها ابتسامة، معاها بشاشة، معاها وش سمح، فالنظرة نفسها بتقول حاجة، بتقول له أنت محبوب عندي، أنت مقبول عندي. مع ان السؤال اللي سأله المسيح ممكن يفهم منه انه انت بتقول كده ليه؟ لا، هو ما اتقالتش كده، هو كانت بتتقال بوداعة لما قال له ايها المعلم الصالح، فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ فنظر الي يسوع واحب. يبقى تعود دايما قدم الحب قبل الكلام. حاول لما تدخل اي بيت صلي في سرك يا رب ساعدني احبهم. ما تدخل في اي مجموعة حتى لو كانت عنيدة، يا رب خليني اقبلهم واحبهم. لو ما قبلتش اللي قصادك مش هتأثر فيه، لو ما عرفتش تحبه مش هتغيره. اتعلم النظرة اللي كلها حب دي. وطبعا لو انت بتحبه التقط الحماس وشجعه. يعني ايه؟ الشاب ده بيقول انا ده كله حفظته. طبعا في انجيل متى يقول له فماذا يعوزني بعد؟ يعني ايه؟ انا في حاجة ناقصة لسه. طبعا اللي يقول لك ايه كمان، تأكد انه ايه سخن، ما تطفيهوش بقى. يعني في شاب يجي لك عاوز متحمس اديله، وفي واحد تلاقيه ياخد حاجة ومش قادر يشيل اي كلمة. فهنا التقط الحماس وشجعه، اختار الشخصية السخنة دي وابني عليه، وارتفع بالمستوى حسب المستوى. يعني يجوز الاجابة دي كانت تكفي واحد وللخلف دور وينصرف، لما يقول له اعرف الوصايا يقول له شكرا ويمشي. ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ يقول له احفظ الوصايا، يقول له كتر خيرك ويمشي، لان كلمة الله قادرة على الخلاص فعلا. انما الرجل ده مستوى اعلى من العادي شوية، قال له لا انا حافظ الكلام ده. حافظه طبعا تعني انه عامله كمان، مش حافظه يعني مجرد ذهنا يعني. فهنا دايما قيم اللي قدامك عشان ما تطلبش حاجة لا تقيلة زيادة ولا خفيفة زيادة. واحد ما بيصليش خالص قل له ما تجرب تقول أبانا الذي كل ما تفتكر مرتين ثلاثة في اليوم، ما تجرب تقول صلاة يسوع لما عمره ما صلى. واحد تاني بيصلي باكر قل له كمان غروب دي جميلة، مجرب غروب. واحد بيقرأ الإنجيل كل أسبوع، طب ما تقرأ كل يوم. يبقى شوف المستوى واطلع حته. لو لقيت واحد متفوق وبيقول لك ايه كمان، اديله كمان.
وماله؟ ما تقفش عند مستواك انت، ده انت ممكن يكون اللي بيسألك مستوى اعلى منك. طب وماله؟ اديله، قول له انت جربت التسبحة، ما تسهر، ما تاخد خلوة طويلة، ما تعمل مطانيات كتير، يبقى انت بتشوف المستوى بتطلع بيه. في قاعدة كده يا جماعة اقولها لكم، الحب يجعل الدقائق سنين. الحب يجعل الدقائق سنين. يعني ايه؟ ممكن تفاجأ ان واحد يحكي لك قصة يقول لك انا قابلت ابونا بشوي كامل 5 دقايق ما انساهمش طول عمري. يبقى واضح انه ايه؟ الدقايق دول معلمين معاه، فارقين معاه خالص. يبقى واضح انه الموضوع مش بالوقت. ودي طريقة المسيح. دلوقتي في العلم يسموها الكواليتي تايم. يعني القصة مش قد ايه وقت بس، لا، عملت ايه في الدقيقة دي؟ النظرة دي الولد ده مش هينساها. النظرة اللي كلها حب، وقفة المسيح وبياخد ويدي معاه مع انه في السكة، عطل السكة. اهتمامه بالسؤال، تركيزه مع الشاب، تشجيعه للشاب. الدقايق دي ممكن تكون هي اللي هتغير الشاب بعد كده. ما نعرفش طبعا مصيره، لكن مش بعيد يكون رجع وتغير. فافتكر ان دقائق حقيقية من حب نقي وتركيز مع الشخص اللي قصادك ممكن تغني عن سنين مشاكل كتير. نظر إلي يسوع وأحب وقال لو يعوزك شيء واحد اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعالى اتبعني حاملا الصليب. هنا أنا عاوز أقول لكم حاجة. حكاية يعوزك شيء واحد، ببقى عاوز أقول له يا رب أنت كده ضحكت على الولد. أنت قلت له شيء واحد، قلت له 5 وصايا. بصوا كده، قال له إيه؟ اذهب بع أعطي تعالى اتبعني احمل. انت حطيت كل الانجيل في وحطيته في كلمة شيء واحد. هو المسيح مش بيضحك علينا، بس هو ربنا بيشجعنا. فلما لقى اللي قدامه سخن قوي قال له فاضل لك حاجة واحدة بس. ايه الحاجة دي؟ روح بيع وسيب وتعالى وامشي ورايا وشيل صليبك. هي شكلها خطوات كتير، بس هي باكج على بعضها يعني. قال له شيء واحد. هنا التبسيط من غير ما تخل بالقضية. يعني ايه؟ التشجيع يحتاج كده. في التشجيع الواحد ممكن يخدع اللي قصاده، بس بطريقة طبعا غرضها كويس. انك تقول له فاضل لك حاجة بسيطة، تكون البسيطة دي مش بسيطة قوي، بس انت بتشجعه. فبتقول له فاضل لك خطوة، الخطوة دي هتاخد العمر كله. لكن لو انت قلت له يوه ده السكة طويلة مش آخر، يكسل ويخاف. فهنا يعوزك شيء واحد، ما زال أسلوب المسيح دايما إيه؟ تبسيط والتشجيع. ده أسلوب عاوزين نتعلمه من المسيح. فاضل خطوة، فاضل حتة كمان، أنت شاطر قوي، أنت مذاكر الوصايا، أنا مبسوط منك، أنا بحبك قوي، بس فاضل لك حتة. شوفوا فاضل لك حتة دي، تلاقوا الولد فتح عينيه ودانه ومستعد ياكلها أكل. فاضل لي حتة واحدة؟ جميل. صحيح تطلع حتة مليانة شغل، بس كويس. كمان تلاحظوا ان كلام ربنا يسوع ينتهي دايما بقضية عملية، بإجابة عملية، تدريب محدد. روح اللي زيك انت بالذات، وصلت المستوى تقدر على اللي هقوله لك، روح سيب فلوسك كلها. عشان كده الحتة دي ما بنعممهاش يا جماعة، خلي بالكم. ما اقدرش اقول لكم الآية دي كوعظة عامة بشكل حرفي، لا، مش كلكم واصلين للشاب الغني ولا انا يمكن، فاهمين ازاي؟ انما المسيح فحص القلوب، شاف ان الولد ده على شعره، فاضل له حته. عشان كده كتير من المفسرين يعتقدوا على قد ما زعل مش بعيد رجع عملها بعد شوي، زي ما حصل مع حياه الان بنطونيوس، لانه سمعها مش في نفس اليوم ساب كل حاجه، خدت منه كام يوم وخد القرار بعد كده. فهنا الإجابة المحددة أو التدريب العملي، ما تقولش كلام كبير واسع، ما تقولش كلام شكله حلو لكن ما فيهوش حاجة تتعمل، روح اعمل كذا. يبقى تدريب محدد، تعالى امشي ورايا ما تسيبنيش. وبعدين مع التدريب في المكافأة، يكون لك كنز في السماء، في حاجة حلوة هتحصل. هنا الإجابة المناسبة للشخص المناسب. لحسن تقول إجابة صعبة لشخص مبتدئ تعقده، أو تقول إجابة سهلة قوي لشخص متقدم تدلعه. ف
فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك، أعطي الفقراء، يكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاختم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. قاعدة نتعلمها من المسيح برضو: لا تتعجل النتائج. هل ربنا ما كانش عارف أن رد فعل الولد لما يقول له كده هيتغم؟ لكن عارف، ربنا عارف كل حاجة. طب يا رب سبته اتضايق ليه؟ معلش، ساعات المضايقة دي تكون جزء من رحلة التوبة. هو حس انه مش قادر عشان الفلوس كتيرة والقرار صعب، يمكن هيبقى مش سهل عليه يواجه اهله ان انا هسيب كل فلوسي، يمكن المجتمع كله هيبقى ضده، يمكن الخطوة دي جات في دماغه كتير بس كان دايما خايف منها ومش قادر عليها. انما ربنا ما استعجلش النتائج، ما قالوش يا وحش، لا، قال له فكر فيها. فاغتم على القول. كمان قدر صعوبة المعركة. يعني ايه؟ شوفوا بعدها ربنا يسوع يعلق يقول: ما اعصر دخول الاغنياء. ما اعصر مش قال خسارة الولد ده كان يجي منه بس اخص عليه الفلوس عمته، لا لا، هو ربنا يسوع قدر انه مش سهل على واحد غني يتقال له سيب كل فلوسك، مش سهل. انت كمان اتعلم من المسيح، لما بتقول لواحد عمره ما صام صوم، مش سهلة. لما تقول لواحد عمره ما سامح سامح، مش سهلة. واحد عمره ما اعترف اعترف، قضية مش سهلة. قدر صعوبة الطلب اللي بتطلبه، ما تحتقرش الشخص لأنه ما قدرش. وانتظر رجوع الشاب الغني يوما. يعني ايه؟ ما نستبعدش ان الشاب الغني رجع بعد كده في يوم من الايام، ما نستبعدش. فبالتالي لو ما النهارده ما تابش بكره يتوب. عشان كده يقول: الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، اما حزن العالم ينشئ موتا. يعني ايه؟ يجوز الحزن اللي جواه ده جزء من رحلة التوب، هيحزن شوية لغاية ما توصل للحظة كده يقول لا كفاية بقى وياخد القرار. فممكن يكون الحزن ده بحسب مشيئة الله، متضايق لأنه مش قادر ياخد الخطوة الصح، معلش بكرة ياخد. أختم بقى بالجزء ده. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فتحير التلاميذ من كلامه. أجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. هنا تلاحظوا أن ربنا يسوع، الشاب مشي مضى حزينا، ربنا يسوع ما بطلش يكمل في الموضوع. يبقى وهم في السكة كملوا كلام، والمسيح اللي نكشهم بقولت ايه؟ صعب على واحد غني يدخل السماء. فوقفوه قالوا له: أمال مين اللي هيروح السماء كده؟ قال لهم: طول ما هو متكل على فلوسه صعب، ده يعدوا جمل من ثقب إبرة ولا يعديش. فهنا تلاحظوا ان الحوار كمل، اذا التعليم مستمر. المسيح خادم طول الوقت في السك، وهنا بياخد من الاحداث الطبيعية، ما عملوش وعظة مخصوص عن الغنى ومحبة المال، فيش وعظة كده، هي باي ذا واي، يعني على الماشي في السك. هنا استخدم الامثلة البسيطة. يقال ان كان عندهم بوابة واطية كده اسمها ثقب إبرة، وكان عندهم مثل بلدي لما يحتسوا في حاجة يقول لك: ولا جمل يعدي من ثقب إبر، مثل بيعتادوا عليه. فهم عشان كده احنا بالنسبة لنا الكلام ده غريب، بالنسبة لهم كان كلام سهل، لأنه كان في بوابة ضيقة يعدي منها الجمل، بس يطلع عينيهم عشان يعدي، يقرفصوه ويشيلوا من فوقه كل العفش اللي على دماغه، ويفضلوا ايه يزقوه زق لغاية ما يعدي. فهي مش مستحيلة، واخدين بالكم؟ والقديس كيرولس الأول يقول ليها معنى تاني، إن الجمل ده كان تعبير الصيادين عن الحبل العريض، الحبل السميك كانوا يسموه جمل. فلأن كتير منهم صيادين كانوا يقولوا إيه لما يلاقوا الحبل مش معدي في البتاعة دي اللي بيربطوا بيها المراكب، يقول لك: أنت جايب لي جمل في ثقب إبرة؟ يعني كانوا يستخدموا اللفظ ده لما يكون الحبل مش عارفين يدخلوه في العروة بتاعته. كمان
ضع الخوف دايما لجانب الرجاء. يعني ايه؟ ربنا يسوع زي ما ادى رجاء وفضل يشجع وقال له فاضل لك خطوه، انما ايه؟ حط الخوف في الاخر وقال اه من محبه الفلوس اللي ضيعت ناس كتير ما اعصر دخول المتكلين على اموالهم. يبقى دايما في التعليم نشجع ونبسط، لكن كمان ما نلغيش الخوف. الخوف لحسن الواحد ما يوصلش، الخوف للفلوس تضيعه. يبقى ربنا يسوع بيحط رجاء ويحط جنب خوف. وانتهى بكلمة كل شيء مستطاع عند الله. لو كنتم مركزين معايا في النص هتلاحظوا انه كلمة نظر يسوع جت 3 مرات. حد خد باله؟ في مرقس 10:21 ومرقس 10:23 ومرقس 10:27. يبدو انه ماري مرقس كان بيحب عينين المسيح فبيكرر المعنى ده. انما كل نظرة كان ليها مغزى او كان ليها رسالة. المرة الاولانية نظر اليه يسوع واحب، يبقى في نظرة كده كلها حب، من غير كلام انت بتقدم رسالة حب. الرسالة التانية نظر يسوع حوله، هنا ده بيبص مين اتأثر بالموقف. فهنا دي نظرة الراعي للخرفان، خاف حد من ولاده يكونوا اتأثر بالشاب ده اللي جه سأل وطفش، فايه يكونوا شدوا يكون صعب عليهم. فهنا نظر إليه يسوع، نظر يسوع حوله يطمن ان التلاميذ ما تأثروش بالموقف سلبا. وبعدين في نظرة أخيرة هي نظرة التشجيع، نظر إليهم يسوع، دي كلها ثقة بقى، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. يعني دي نظرة بقى كلها ايه؟ رجاء وثقة. اللي ما تقدروش عليه أنا أقدر عليه، لو فيك واحد مش عارف يعدي هعديه بالزق. فيبقى نظرة المسيح لوحدها بتدي رسالة، إما حب إما بحث عن الناس إما تشجيع وإيمان. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.